الإنسانية في أبهى صورها تتجلى هنا عندما يلتقي الغارمون والغارمات المفرج عنهم بذويهم بعد أن سد الدين بواسطة صندوق تحيا مصر في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لسجون بلا غارمين أو غارمات. دموع تتساقط لحظة اللقاء بعد أن ظن الجميع أن الفراق قد يطول، لكنه جاء سريعا بهذه المبادرة. 2868 من نزلاء السجون من الغارمين والغارمات أفرج عنهم في احتفالية أقامها قطاع السجون بهذه المناسبة. النهاردة والله مش قادر يعني أتكلم، أنا بشكر سيادة الرئيس، مش هوصف لك فرحتي إن أنا اتقابلت مع والدتي. بشكر سيادة الرئيس طبعا، وبشكر تحيا مصر، وبشكر كل الناس اللي ساعدتنا الحمد لله. 4 سنين قعدت منهم شهر، وربنا أكرمني بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي انه طلب ان هو لا يبقى في غارمه ولا غارمه في السجون، والحمد لله ربنا اكرمه وتحيا مصر. اضافه الى هذا العدد من المفرج عنهم من الغارمين والغارمات، تم الافراج بالعفو عن 4063 نزيل تنفيذا لقرار رئيس الجمهوريه رقم 52 لسنه 2019 في شان العفو عن باقي العقوبه لبعض المحكوم عليهم بمناسبه الاحتفال بعيد الشرطه وثوره يناير، ليبلغ اجمالي المستفيدين من العفو الرئاسي ومبادره سجون بلا غارمين وغارمات 6931 نزيل. أنا كنت واخد سنة وطلعت على شهرين، وصندوق تحيا مصر سد لي برعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كتر ألف خيركم جميعا. نشكر الرئيس ونشكر كل اللي ساعدنا يا رب. أقول ربنا يخلي السيسي ويخلي رجالتنا كويسة. الحمد لله دفعنا المبلغ يعني. عفو وإفراج أسلج الصدور وأدخل السرور في نفوس المفرج عنهم بعد أن عادوا إلى أحضان ذويهم مرة أخرى.